أمام سفارة العصابة هنا في باريس. للأسف ما نقولوش سفارة الجزائر، لأن الجزائر ما عندهاش علاقة بهذه السفارة، ما تمثلش الجزائر بقدر ما تمثل الجنرالات اللي معاه. تمثل السراق، تمثل العصابات بكل ما تعني. سفارات الجزائر وقنصليات الجزائر اليوم ما راهيش تخدم الجزائريين بقدر ما يستخدم اللي سرقوا شباب الجزائر، اللي قتلوا شباب الجزائر، اللي ذبحوا الجزائريين، اللي قاموا بمجازر، اللي استخدموا انتخابات حرة كان فيها حزب كان معترف به مشروع اختاروا الشعب، اختلفنا معاه ولا اتفقنا معاه هذه قضية أخرى، لكن كانت ديمقراطية وكانت انتخابات حرة، وكان وزير الأول آنذاك ورئيس وزراء جالي بذاته ويقول بأن الانتخابات كانت حرة، وزير الداخلية آنذاك الجنرال العربي بالخير اعترف بأن الانتخابات حرة، وانتشرت الانتخابات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ونشروها آنذاك. كاين آلاف الأدلة وكاين آلاف الشهادات من عندهم هم قبل من عند أي وحدة أخرى الانتخابات كانت حرة. لماذا صار الانقلاب؟ كيفاش من أعطى الحق لخمسة من الجنرالات أغلبهم كانوا ضباط عند فرنسا، أغلبهم كانوا يقاتلوا مع فرنسا باش تبقى الجزائر فرنسية، أغلبهم كان ومنهم محمد العماري اللي اعترف اعتقد المجازين تاع لو بوان في 2001 او 2003 لما قال انه قام بمعركه الجزائر من الجهه الاخرى، بمعنى انه قام بها مع النضاليين الفرنسيين، قام بها مع الاثاره الفرنسيه. اذا اليوم احنا نتذكر 20 سنه من المآسي، 20 سنة من الجرائم، 20 سنة رجعت فيها الجزائر إلى عهد يشبه عهد الكولون. للأسف الجماعة اللي هم حاكميننا اليوم هم بقايا الكولون، ما عندهم لا علاقة بالجزائر إلا بالاسم، ربما اسمه محمد وأحمد وعبد القادر والتوفيق والعماري إلى آخره، لكن هذه الأسماء ما تعنيش. الأسماء هذه ما تعنيش شيء بقدر ما تعني الجزائريين أنها كانت رمز للإجرام، رمز للقتل، رمز للذبح، رمز لتدمير الدولة. قاموا باختطاف نظام الحكم، وعن طريق الحكم عن طريق نظام الحكم اختطفوا الحكومة واختطفوا الدولة، والدولة استعملوها بدل ما تكون في خدمة المجتمع استخدموها لتحطيم مجتمع وتحطيم شعب. واش ذنب شعب الجزائر؟ ذنبوا انه اراد الحريه، ذنبوا انه في 5 اكتوبر انتفض ضد حكم العسكر، ضد حكم السكيورتي ميليتار، حولت من السكيورتي ميليتار للدارات. هذا هو الفرق. بعد 20 سنه او بعد 22 سنه بالضبط، ما زال توفيق من 4 سبتمبر 1990 ما زال توفيق هو رئيس مخابرات، وفي هذا الوقت يقولون لنا كاين رؤساء. من هم الرؤساء؟ الشاذلي بن جديد اقالوه، بوضياف قتلوه، علي كافي طردوه، الزروال اقالوه، وجابوا لنا بوتفليقه في انتخابات معروفه تاع التزوير. 5 رؤساء ورئيس المخابرات ما غيرش المكتب. وقولوا لنا شكون الثالث، شكون المتغير؟ قولوا لنا شكون الحاكم الحقيقي وشكون المحكوم؟ فرنسا هي الحاكم. الاشكال المدنيه ما هيش حكومه، فما بالك انها تكون حكم. الاشكال المدنيه اليوم راهي قايمه بالتمثيل اكثر ما تكون بالحكومه. هذه الاشكال المدنيه همها الوحيد في باش تعمر جيوبها، باش تنهب الاموال تصرفهم في اسبانيا وفي باريس وفي بريطانيا وفي امريكا، والان حتى في بلدان عربيه اخرى. اليوم راه الشعب الجزائري، وهذا اعتراف من رئيس البوليس نفسه، انه البوليس دخل 10900 مره العام الماضي، 10900 مره. اليوم من بين هذه المدن اللي راهي تغلي مدينه الاغواط، كنا اغواط يا جماعه، كانت فيها وما تزال انتفاضه سلميه شعبيه حقيقيه برقي وبحضاره عاليه. فاذا بهم يضربوهم ويعتقلوهم مثل ما تعاملوا، لكن حاجه اننا الان في 2012
ما راناش في التسعينات اللي كانت الجزائر مغلقة وكان ولا واحد يسمع بالجرائم والمجازر حتى تفوت عليها أيام. فيها شاش في جاش. خطابنا الواضح بالنسبة للأغواط. وصلوا في الأغواط، وصلوا في جيجل، وصلوا في جيارد، وصلوا في ورقلة، وصلوا سيسقط فتسقط عليه العصابة. إن شاء الله. إن شاء الله. سقطوا عصابة أقل دموية. إخواننا في مصر سقطوا عصابة أقل دموية. ليبيا مثال آخر. اليمن سوريا في التاريخ. الجزائر لو كان يسموها اسم آخر هي ثورة. الجزائر قامت بثورة عظيمة رايحة تسقط على العصابات اللي تعتمد على الدعم الفرنساوي والأمريكي. تحياتي لكم جميعا. بارك الله فيك.